صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحتكم لاباس؟ اليوم فقت في الصباح لقيت ياسين موجد لنا الفطور، فطور شمالي، قلت نشاركه معاكم. ديما ملي كيكون ما خدامش كيسرحني شويه من الطياب. ايوا كملوا معنا النهار ان شاء الله، غندوزوا النهار. المهم بعد ما كملنا الفطور وجمعنا طبله، اليوم تشهيت السردين طيب في الفران ديال الزنقه، بقيت راني غنصايبو، ما درتش فيه حتى شي حاجه غير الملح، وغادي نسرحو هنا، ما نكثرش الملح بزاف، كيجي زوين بحال هكا في الفران ديال الزنقه، كيطيب مزيان. وانتم عارفين حتى بغيتو تشويوه في الدار كتبقى الريحه، ما كتبغيش تحيد لا من الدار لا من الفران، لا ما في الزنقه كيكون حسن وكيجي زوين. هاكا هاكا شفتو، كنرش عليه هاكا شويه الملحه هاكا، وكان كنغطيه بابي الومنيوم صافي، وكنصيفطو للفران صافي صافي. غادي ما نديرش معاه شي حاجه، غندير معاه غير العدس، او غنشارك معكم الطريقه ديالي، كملوا معايا الفيديو. المهم دابا جيت نشارك معكم العدس. المهم كل واحد كيدير قياسو، انا رقدتو في الماء دابا شي جوج سوايع ولا فايتا يمكن كاع شويه، باش ملي تكونوا طيبوه ما يتحلش. وغادي ندير فيه جوج مطيشات بصله، قزبر ومعدنوس، زيت العود وزيت العاديه، ملحه، بزار، سكينجبير، تحميره، والخرقوم. الخرقوم هذا كيكون عرق، وواحد معلقه كبيره ديال المرشه ديال الحك. ماما نشارك معكم، انا مطيشه كنديرها محكوكه، نحك جوج مطيشات. البصله انا حكيتها، حكيت مطيشه، بغيت نقول لكم البصله ما كنحكهاش، كنقطعها بحال هكا طريفات صغيورين، اللي بغى يحكها يحكها، انا كتجيني هكا احسن. ندير واحد ثلاثه ديال الدروج ديال الثومه، معلقه ديال المطيشه كبيره، قزبر ومعدنوس تاعو بايض، غادي ندير شويه على العطري بحال تقول معلقه صغيره معلقه صغيره، غير شويه شويه. كندير العطريه كامله كاع اللي قلت لكم، شويه الملحه، بزاف كندير شويه زيت العود زايد على الزيت العاديه، ما كنقليه ما والو صافي، غير كنصيب هكا. صافي كما كتشوفوا كندير عليه العدس، كندير الماء، الماء انا غندير بحال هكا تقريبا، غنغطيه حيت غنخليه يطيب، يطيب على بوطه مهيله على خاطرو. صافي وغادي نسخن عليه حتى يطيب،
المهم ها هو العدس ديالنا طاب كيجي حلا هكا. ملي كيطيب انا عاد كندير فيه الكمون وكنخليه يغلى واحد شويه، كيجي المذاق ديالو زوين وديال داك الكمون. ملي الله كتلخر عاد كديريه صافي، كندير الكمون وكنحرك شويه وكنرجعو يغلى غير واحد شويه على داك الكمون صافي. ايوا بعد ما عجنت الخبز ها هو طاب والعدس بعد ما كملت معكم الطياب ديالو، جبنا لاطا ديال الحوت من الفران ودابا غادي نتغداو. المهم صورت لكم الغديوه ديالنا تشوفوها، وفي العشيه الا كانت شي حاجه غنصورها لكم البنات. بعد ما كملنا الغدا تكينا واحد شويه لقيتونا لافقنا، قلت نصيب الكوتي، قلت نصيب شي حاجه اللي سهله، قلت غنصيب لي بانكيك ونشاركهم معاكم. وما ساهلين، غندير فيهم غير جوج بيضات، جوج معالق تاع الزبده يكونوا كبار، وجوج معالق مع عامرين الشعر السنيده، كاس تاع ديال الطحين ديال العنبه، خماره غندير خماره وشويه واحد فاني والحليب قوته ديال الملحه. المهم في الاول غندير الطحين عندي قبيصه ديال الملحه شويه، وغندير السنيده وغادي نخلط هذا الشيء اللي نشف صافي. غير شويه تخلط هذاك الطحين، ندير معاه الفاني غادي نفرق الابيض على الصفر، غادي ندير الابيض نحيدو دابا، غادي ندير الصفر نخلط الصفر. غندير الزبده وغندير الحليب. المهم لي بانكيك ما كيبغوش يجيو جارين بزاف وما يجيوش عقد بزاف. دابا غادي ندير البيض ديال البيض، نتوما تقدروا تخلطوا كلشي في دقه، غير هكا كيجي زوين وكيجي خفيف. غنخلطوا صافي، دابا تخلط لينا. هي خاصنا الخماره تكون فيها 8 غرام، هاد الخمارات هادو فيهم غير 7، غندير وحده. حتى يسالي الاذان نكمل معاكم وغنزيد واحد شويه. المهم قطعت على حساب الاذان، ما حدانا شحال من جامع، درت خماره وشويه باش نكمل غير ديك 8 غرام، ونعاود نخلطها تخليطه خفيفه. صافي غير تخليطه خفيفه صافي، وغنحيدها نخليه شويه يرتاح ونطيبه. كل ما خليته يرتاح كل ما كيجي رطب كيجي خفيف، نخلي غير شويه يرتاح ونطيبه. بعد ما خليت درت المقله تخن، سخنتها مزيان ودرتها على بوطه مهيله باش تبقى نتوما كبير بغيتو صغير القد اللي بغيتو. هو بالزربه كيطيب داك، خصو غير شويه ويتقلب، تخلي واحد شويه غير بحركه شويه كيولي كيدير دوك فقاعات بحال البغرير.
صافي وندير هكا. بعد ما قلبتها صارت هكا تحمرات من الجهات بجوج، كنحيدها كنبقى هكا نطيب. ايوا نبقى تنطيب هادشي كامل ونكمل معاكم. المهم بعد ما بقينا بحال تكملت كلشي، انا حيت درت فيه غير الكار ما درتوش بزاف باش ندير فيه السكر كلاصي. نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتوا كيف تبغيو تاكلوه ديروه، وكنتمنى يعجبكم وجربوه. كنتمنى تكون دوزتوا معنا هذا النهار كامل ويعجبكم النهار. السلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.